0.0002% فقط من مساحة لبنان مغطاة اليوم بشجر الأرز، رقم خطير جعل بنك بيبلوس يطلق سلسلة نشاطات آخرها مبادرة بنك بيبلوس لتحريج الممر الحيوي في محمية أرز الشوف. سيغطي هذا الممر الحيوي مساحة 15 هكتارا وسيضم 10,000 شجرة تشكل صلة وصل بين غابات أرز الباروق ومعاصر الشوف وغابات البلوط على الجهتين الشرقية والغربية لمحمية أرز الشوف. أطلقت هذه المبادرة التي ستنفذ بالتعاون مع محمية أرز الشوف ومع مشروع التحريج في لبنان LRI الممول من قبل USAID في مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وهي تندرج في إطار التزام بنك بيبلوس منذ العام 2005 بالحفاظ على أرز لبنان، لما للأرز من أهمية بيئية ومعان وطنية. أرزتنا هويتنا، مش مسموح نخسرها.